الحديث عن أوهام ستجري في المستقبل لتحويلنا كأردنيين نحن إلى هنود حمر، يعني لا أفهم كيف يتم ذلك، يعني إلى ماذا يستند القائلون بهذا؟ يعني يقولون بأنه تحويل، وهل لا أنا أشرح، يعني عفوا بس أنت سألت، يعني حسب ما فهمت من السيد مفق معدين والسيد رسمي الجابري لتحويل الأردنيين والفلسطينيين إلى سكان فوقهم تقبع سلطات أمنية لا أكثر ولا أقل. يعني كمان العودة للحديث عن الأردن إرجاعه من دولة إلى مجرد سلطة، كمان هذا كلام مضحك، يعني ما بعرف كيف، يعني على ماذا يستند؟ هل تقبل الدولة الأردنية أن تعود وتتحول إلى سلطة ملحقة؟ في أبسط الأشكال أن يعني كرامة الدولة الأردنية تفرض عليها عدم ذلك. والحديث عن ما سيكون ما يعني كلام صديقي حازم. نعم يا سيدي، في واقع الحال حتى قبل أن نغادر هذه النقطة، قانون الصوت الواحد كما برنامج صندوق النقد الدولي في واقع الحال جرد الدولة الأردنية من بعدها الاقتصادي الاجتماعي ودورها على هذا الصعيد، فكك المجتمع الأردني إلى قبائل وعشائر متناحرة إلى الدرجة اللي تعلمها جيدا خلال السنة اللي مضت، كيف عاد المجتمع الأردني واقترب إلى مرحلة ما قبل الدولة في علاقته مع الأجهزة، في علاقته مع الدولة، في علاقاته البينية، كيف تراجعت الدولة ومساحاتها ودورها، وزاد مشهد من 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 مرحلة ما قبل الدولة إلى درجة أن النخب السياسية يعني والتي هي جزء من بنية الحكم وليس المعارضة هي من رفعت الصوت عاليا تجاه ما يجري، وهذا كان لم يأتي صدفة. قانون الصوت الواحد الذي أقر لتمرير اتفاقية وادي عربة ولقمع المعارضة ولفرض يدخل في سياق المشروع، هذا هي استحقاقاته، هاي استحقاقات قانون الصوت الواحد. بل يعني عندما جرى حل مجلس النواب بالسنة الماضية وكان تطلعات الأردنيين حول قانون جديد يتجاوز هذا القانون، عدنا مرة أخرى بتعديلات يعني جعلت من قانون الصوت الواحد أو التعديل الجديد نتائج أكثر خطورة على الـ على الـ على الحالة الداخلية. طيب عودة إليك، عودة إليك سيد حازم المبغدين، يعني قطعك سيد رسم الجابري، طبعا لديك ما تقوله، تفضل. أنا يعني أستغرب أنه نعود للحديث عن قانون الصوت الواحد. قانون الصوت الواحد هو الذي يعطي للمواطن حق انتخاب نائب واحد، كيف يكون أكثر أحقية أو أكثر عدالة أن يعطى مواطن في معان حق انتخاب 3 نواب ويعطى مواطن في عمان حق انتخاب 11 نائب؟ يعني وين المساواة بين المواطنين؟ يا قانون الصوت الواحد يعطي لكل مواطن الحق في انتخاب نائب واحد، وهذا صحيح. يا سيدي، البحث عن منطق العدالة والمساواة بين المواطنين في انتخاب مجلسهم لا يعني تقزيم المجلس وإحالته إلى مخاتير حراك عشائر وإفقاد دوره الرقابي ودوره السياسي، وبالتالي تعميق حالة الاختلال بين السلطات الثلاث لصالح السلطة التنفيذية وتغولها. هذا الدور الرقابي التشريعي لهذا المجلس والله إذا الاجتماعية، إذا إحنا الشعب بل مركز الشعب انتخبنا نواب طلعوا هيك، ولا الحق مش على الدولة، لا احنا الحق علينا، احنا اللي انتخبناهم. حتى مجلس النواب، حتى لا نتوسع كثيرا في هذه النقطة، على كل بعد معي 5 دقائق اوزعها بالتساوي حتى يرضى السيد حازم المبيضين. سيد موفق محدين، ابدا معك، يعني ارجو منك وباختصار ان تعدد لي مخاطر الكونفدرالية على الاردن وعلى الفلسطينيين بدقيقة. نعم، أولا هذه مشروع إسرائيلي بامتياز، وهي ليست كونفدرالية الدول، هذه كونفدرالية بين دولة واحدة هي العدو الصهيوني وإدارتين في الضفة الغربية. مشروع إسرائيلي، هذا أولا. ثانيا، ثانيا لهذه الكونفدرالية أكثر من هدف، منها تمرير الترانسفير الناعم، منها أيضا بلا ما تسميه إسرائيل نفسها، تسميه إسرائيل الكبرى بعد أن خسرت مشروعها إسرائيل الكبرى أمام
الصعود الإيراني والتركي، يبدو أنها تريد أن تكتفي بالحصة الأردنية الفلسطينية في مواجهة التحولات الإقليمية الجديدة. نعم، يعني مبدئيا يعني ثلاث نقاط: مشروع إسرائيلي، ترانسفير ناعم، وتحقيق إسرائيل الكبرى ولو بثوب جديد. سيد حازم المبيضين، ماذا يفيد مشروع الكونفدرالية؟ أيضا أرجو أن تعدد لي أوجه الفائدة. أولا، كونفدرالية الأراضي المقدسة التي يجري الحديث عنها هي كونفدرالية مرفوضة أردنيا ومرفوضة بشكل قاطع وبات ونهائي. نعم. الكونفدرالية مع الأراضي الفلسطينية بعد تحريرها وإقامة الدولة الفلسطينية هي موافق عليها أردنيا، وأعتقد أيضا موافق عليها فلسطينيا، وهي تقدم حلولا كبيرة لمشاكل المنطقة. نعم. طيب سيد الجابري، أيضا السؤال نفسه بالنسبة لوجهة نظرك، أين المخاطر؟ المخاطر هي أولا في إعادة ترويج الأوهام من جديد، وصرف الانتباه والأنظار عن أزمة مشروع التسوية وانهيار مشروع حل الدولتين. أيضا مخاطر إلى نقل الصراع إلى داخل الأردن، إذا بدك أيضا الحاق وتعميق تبعية الطرف الفلسطيني عبر وظيفته الأمنية بهذا الكيان بعيدا عن الحد الأدنى من الثوابت الوطنية. طيب، يعني بصورة عامة لو حاولنا أن يعني نلخص ما جاء من مواقف السيد موفق محدين، يقول بأن مشروع الكونفدرالية هو مشروع إسرائيلي، تسمع سيد حازم المبيضين. نعم. ترانسفير ناعم، أكرر مرة ثانية، وأيضا يعيد الباس مشروع إسرائيل الكبرى بثوب جديد. أما أنت تقول بأن الكونفدرالية في الأراضي المقدسة مرفوض، ولكن الكونفدرالية بين الفلسطينيين والأردنيين هذا أمر يوافق عليه الفلسطينيون ويوافق عليه أيضا الأردنيون. أما السيد الجابري فيقول بأن الأمر لا يخرج عن دائرة ترويج الأوهام بعد سقوط حل الدولتين. لا، إذا كان لديك من مزيد. هو فقط بالانتباه وضرورة التنبيه لمخاطر هذا المشروع على وحدة الشعبين وعلى حالة الاستقرار على المستوى الأردني. الأردن بدلالات هذا المشروع باتت مهددة وباتت في مرمى الهدف، هدف اليمين الصهيوني المصر على فرض إرادته على حتى على حليفه الأمريكي ونقل الصراع إلى مساحة أخرى، إلى مكان آخر بعيدا عن حل الدولتين لتحقيق أولويات الاستيطان والتهويد والتقدم على جبهة احتواء الأردن والحاقها فيه وخلق حالة من التفكك في الحزام المحيط فيه. طيب، على الحال يبقى الملف مفتوحا وقابلا للأخذ والرد وقابلا للجدل والنقاش. سيد راسم الجابري، شكرا لك على هذه المشاركة المميزة. أيضا سيد حازم المبيضين، يعني أظن بأن أخذت نصيبك هذه المرة من الحلقة ورفعنا عتبك عنا، أو رفعت عتبك عنا. سيد الموفق محدين، كنت معنا أيضا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا على هذه المساهمة. نلتقي في الأسبوع المقبل مع قضية جديدة. إلى اللقاء.